أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بوصول كميات كبيرة من مخيمات الإغاثة تقدر بالآلاف لسكان قطاع غزة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية بتقديم مساعدات إغاثية لسكان قطاع غزة. هذا وقال مراسلنا إن القيادة المصرية وجهت باستمرار ضخ المخيمات المقدمة من مصر إلى سكان قطاع غزة في إطار الدعم الذي تقدمه مصر لأهالي القطاع. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية بضرورة تقديم المساعدات في ظل تردي الأحوال الإنسانية لسكان القطاع مع سوء أحوال الطقس. المزيد مع مراسلنا مصطفى عبد الفتاح. يعني في إطار ما تقوم به الدولة المصرية من تقديم مساعدات إغاثية إلى سكان قطاع غزة، نتحدث اليوم عن دخول آلاف من المخيمات التي أطلقتها الدولة المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية، وذلك إنقاذا للموقف الإنساني الكارثي الذي أصبح يعاني منه سكان قطاع غزة. إذا ما تحدثنا عن هذه الأوضاع، فالدولة المصرية في إطار حرصها نظرا للأوضاع الإنسانية الكارثية وأيضا لسوء حالة الطقس في مناطق متفرقة من قطاع غزة، تطلق اليوم الدولة المصرية آلاف من المخيمات التي تستعد الآن وتنطلق إلى الأراضي الفلسطينية، وذلك لتقديمها إلى الأشقاء في فلسطين. نتحدث عن كل هذه الجهود التي تقدمها الدولة المصرية. الأمر لم يعد مقصورا فقط على المساعدات الطبية والغذائية، ولكن المساعدات الإغاثية التي حرصت الدولة المصرية على تقديمها إلى الأشقاء في فلسطين منذ اليوم الأول لبدء الأزمة، ونظرا لتطورات المشهد وتطورات الأوضاع في قطاع غزة وما يعانيه سكان هذا القطاع الذين يتعرضوا دائما لقصف متواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، كان الحرص من الدولة المصرية على التوجيه بدفع آلاف من المخيمات إلى سكان قطاع غزة، وذلك في محاولة لإنقاذ الموقف الإنساني. هذه الجهود التي تحرص عليها الدولة المصرية، ونحن نتحدث من أمام البوابة المصرية، كل هذه الشاحنات تنطلق وتدخل إلى الأراضي الفلسطينية، وذلك لتقديمها في صورة مساعدات إغاثية إلى سكان قطاع غزة. نتحدث أيضا عن تواصل دخول المساعدات الإنسانية، هناك عشرات الشاحنات التي تستعد وتجهز ثم تنطلق إلى الأراضي الفلسطينية بعد وضع الآليات الجديدة التي أقرتها وتم الاتفاق عليها من قبل الدولة المصرية تنسيقا مع كافة الأطراف المعنية. نجحت الجهود في أن تكون أعداد الشاحنات التي تدخل إلى الأراضي الفلسطينية أكثر من 150 شاحنة كل يوم، بالإضافة أيضا إلى زيادة كميات الوقود التي تدخل إلى سكان قطاع غزة لتقديم كل العون على كافة الأصعدة إلى سكان هذا القطاع. أيضا هذا الموقف الذي نتحدث عنه والذي جاء بتوجيه من القيادة السياسية المصرية جاء إنقاذا للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بالدفع بآلاف المخيمات التي بالفعل هي الآن انطلقت ودخلت إلى الأراضي الفلسطينية. هذه الشاحنات داخل الأراضي الفلسطينية الآن، وبعد ذلك ستقوم الشاحنات الفلسطينية بنقل كل هذه المخيمات التي دخلت ووصلت بالفعل إلى الأماكن التي قرر أن تكون بها مخيمات إلى سكان قطاع غزة في ظل عمليات القصف المتواصل والتي أدت إلى تواجد آلاف من الفلسطينيين في المناطق القريبة من الحدود المصرية. نتحدث عن هذه الأوضاع والتي كانت الدولة المصرية حريصة كل الحرص على مواكبة التطورات الموجودة داخل قطاع غزة من سوء في الأحوال الإنسانية لسكان قطاع غزة. إذا نتحدث عن مشهد آخر ينضم إلى ما تقدمه الدولة المصرية من مساعدات إغاثية وإنسانية إلى سكان قطاع غزة بتوجيه آلاف من المخيمات إلى داخل الأراضي الفلسطينية. من الحدود المصرية الفلسطينية، مصطفى عبد الفتاح، هنا القاهرة عاصمة الخبر. شكرا لك مصطفى على هذه الرسالة ودخول الآلاف من المخيمات الجديدة بتوجيه من القيادة المصرية لمساعدة ومؤازرة العالقين الآن في العراء في ظل الطقس المتردي.